منو أشهر لاعب بالدوري الإيطالي تعرفين؟ بما أنك أنت اخترتي إيطاليا يعني ممكن تكونين مهتمة في إيطاليا. مالي في الكرة. كريستيانو رونالدو هو اللي يلعب في نادي يوفنتوس، ويوفنتوس هو بطل الدوري الإيطالي. منتخب إيطاليا لكرة القدم مشهور بطريقة لعبة الدفاعية، هو معروف عنه كذي. عريب، هل أنت تعتبرين نفسك دائما في الحياة أو بالفن شخصية دفاعية، دائما في حالة دفاع أم بحالة هجوم؟ حسب الموقف وحسب الشخص اللي أمامي. يعني ممكن الشخص اللي أمامي أكون مقهورة منه جدا، لكن له مواقف معي أو من بعد الله له فضل علي، فأتمالك وأتماسك احتراماً لوجوده ولو وقفاته معي، لكن بعدين يستوي خير مع يعني إلا أردها له. أوكي. بس بالتأني، يعني العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم والبادي أظلم. لازم بس أنتظر الوقت المناسب، يعني ما تنسين حقك. لا بس الطريقة هذه عريب مو ممكن تولد عندك، يعني أنا ملاقي كلمة أو مصطلح غيرها، مو تولد عندك حقد؟ فإنك أنت تظلين حاقدة على الشخص، ليش يعني شخصية مو متسامحة كنا مع لا خلي بدل ما نقول حقد خلينا نقول كبت. أكبت فأقهر في نفسي أكثر وأكثر وأكثر للناس فقط المميزين، أما باقي ما باقي مع الناس العاديين الأصدقاء العاديين اللي بلتقي فيهم مش دائما بس بدومين العمل، لا ما أنسى على طول في الوجه أقول، فاندفاعية ودفاعية. عانت عريب من الكبت؟ أي في حياتك؟ أي طبعا. شلون؟ ممكن تشرحي لي؟ أنه أنا بتنازل عن حقوق لي وبسامح كثير، مما يولد عندي صار عندي مثل الضغط نفسي وتوهان وتشتت، مما أدى إلى ركود فني وركود عاطفي وركود عملي. فهذا هذا كله من الباور اللي في داخلي، أنا قاعدة أعطي الناس الباور اللي عندي بتسامحي لهم بتغاضي عن أخطائهم. الناس أنا سامحتك، والله أنا ما علي أخذت حقك سامحيني، يلا الله يرد الحق. لا الله يقول أخذي حقك وأخذي مثل ما أنت قلت العين بالعين، وكل إنسان يعرف ودي الطريقة. فهذا كله أدى عندي لتشتت، مما أدى عندي إلى دروبات وارتفاع ودروب وارتفاع. فوين عريب كحياتي أنا كعريب مش موجودة، حتى أنا مش ملاقية نفسي. ليش؟ بسبب هذا الضغط والكبت. لكن بس بحب أقول كلمة بسيطة، إنه إني أنا مبسوطة من نفسي إني تغيرت لشغلي وحدي ما كان ممكن أطلبها من شخص عزيز علي، إن مثلاً أصمم أكون في الكويت طبعاً بإرادة الكريم والله، وأشوف هالشخص اللي قدامي مهما كلف الأمر مثلاً. هذه ما كانت من عادات عريب. عادة عريب تطلب مرة من شخص عزيز عليها، والله أبي هالبرنامج، أبي أشوف هالشخص، أبي أشوف هالملحن، ممكن يقول على حسب خلينا نشوف، فقول ما علي يلا خلاص. طيب حني ردي سألي أقول لا ما أبي، يكفي سألت من رعيب. حسيتي أن الخجل ما رح يوصلك إلى ما رح إلى شيء. بالضبط، الخجل بحدود المعقول، بس أنا كنت لا خارج المعقول أنه أخجل لدرجة أنه قلت لك طحت في دروبات وطلعت أطلع أشوف الناس، أوه شخباري أنت لسه موجودة، هذه قوية، إذن في شرخ في شيء غلط في الموضوع لازم يتصلح. فلما لملمت نفسي وقعدت حسيت أن الخجل والتسامح الأكثر من اللازم، اللي هو هذا لازم في ديننا التسامح وما عليه نسامح فلان كذا وكذا، هذا من عاداتنا. صحيح. مو الكل لكن من عاداتنا اللي فيها الخصائل هذه موجودة فيه متربية فيه من الأساس. لكن بعدين حسيت أن الموضوع زاد عن حده، فحسيت نفسي أن أنا مش موجودة، قاعدة طالع أنا مش موجودة عريب. نعم مش موجودة. الفن ما يبي له كذي.